لا برضه خشوا صوتوا. يبقى في سؤالين عن الثقافه الجنسيه مع هبه قطب، مفيده نعم ام لا؟ هل المجتمع المصري اصبح اكثر ثقافه جنسيه نعم ام لا؟ صوتوا وهنطلع النتيجه في نهايه الحلقه. وبرحب مره ثانيه بالدكتوره هبه قطب. اهلا بحضرتك. ودلوقتي باكد على ان هذه الحلقه للكبار فقط، منهم اقل من 18 سنه لا يشاهدوا هذه الحلقه. موضوع حلقتنا النهارده عن الثقافه الجنسية. شوف التقرير اللي عدوا فريق الإعداد، نبدأ حلقتنا بعد التقرير مباشرة. في الحياة الزوجية مشاكل عدة، منها تلك التي تتصل بالعلاقة الجنسية بين الزوجين، والتي قد يشوبها شيئا من قلة الثقافة. فالثقافة الجنسية أمر يقبله البعض ويرفضه آخرون. موضوع طبعا عارضه، لأن طبعا احنا دولة طبع شرقي، ما ينفعش ان احنا ندرس حاجة زي كده. انا مؤيد، والسبب تأييدي ان العلم بالشيء في اي شيء ولا الجهل بيه. معارض طبعا على الموضوع، وما ينفعش في دولة إسلامية او مصرية او عربية بكل المقاييس. هبقى مؤيد لو الشعب بتاعنا بجد عنده الوعي اللي احنا ندرس لهم يعني الثقافة الجنسية وياخدوها بشكل جد، بدل ما ناخد معلومة غلط نكون على أساس علمي. لازم نعرف الصح والغلط في الحاجات دي. لا معارض طبعا، عشان احنا شعب شرقي ما ينفعش عندنا التقاليد دي. البلاد الغربية اتجهت لتدريس الثقافة الجنسية بالمراحل التعليمية المختلفة، فما الحل لإقناع الشعوب الشرقية لبث هذه الثقافة بطرق مدروسة؟ الحل ان انت يعني تنمي وعي الناس اصلا. احنا ما نخدش الحياة ما نطلعهاش بصورة مشوهة للدين بتاعنا. الحل ان رجال الدين سواء كانوا مسلمين او مسيحيين هم اللي يبدأوا يوعوا الناس بالموضوع ده، وخصوصا الناس الصغيرة، لان في خطر كبير جدا عليهم بسبب المشاكل اللي عاد بتحصل دلوقتي ومحدش عارف يمنعها. الحلول اللي قدام مننا دلوقتي ان الست الام في البيت هي اللي تتكلم مع بنتها وتوعي بنتها وتوعيها توعية صحية. الاب من دوره ان هو يوعي ابنه، ان احنا ندرس الموضوع ده بشكل ديني شوية، ما يبقاش فيه اباحية او فيه برامج يعني بتتكلم عن الموضوع ده بشكل فيه اباحية وقصص وهمية وحاجات زي كده. آراء اتجه معظمها لرفض فكرة نشر الثقافة الجنسية بطرق علمية، وحلول قدمها مواطنون لجعل هذا الأمر أكثر قبولا. فهل سيأتي اليوم الذي تتواجد فيه طرق علنية مشروعة للثقافة الجنسية؟ ندى عبد المجيد، برنامج بوضوح، مع الدكتور عمرو الليثي، قناة الحياة. زي ما شفنا التقرير ورأي رجل الشارع في موضوع الثقافة الجنسية، هبدأ أسألك دكتورة هبة، هل أنجز المجتمع المصري خطوات قيمة في موضوع تقبل الثقافة الجنسية أم لا نزال في بداية الطريق؟ لا احنا مش بداية الطريق خالص، والحقيقة أنا بشوف الكلام ده مطبق يمكن في الناس اللي بتطلب العلاج دلوقتي. يعني أنا بدأت الكارير بتاعي من حوالي 14 سنة أو 15 سنة. كان بالمناسبة إيه علاقة الطب الشرعي بالعلوم الجنسية؟ يعني ده سؤال جميل الحقيقة، لأن هو ناس كتير فاكرة أنه ما لهمش دعوة ببعض. هو الطب الشرعي أصلا هو فيه علوم جنسية، في حاجة اسمها العلوم الجنسية الطبية الشرعية. الطب الشرعي فيه حضرتك الجرائم الجنسية، الاغتصاب، التحرش، أنواع كتيرة جدا من الاعتداء الجنسي حتى مش معروفة للعامة يعني. الطب الشرعي فيه كمان اللي هو طلب الطلاق عن طريق المحاكم للدعاء مثلا عنة الزوج، او الادعاء عدم بكارة الزوجة، او الابوة المتنازع عليها، الطفل ده ابن مين وكذا، الست دي سبق لها الحمل او الانجاب او لا، كل الحاجات دي ضمن العلوم الطبية الشرعية. وده كانت الحقيقة نقطة البداية بتاعتي للتخصص بتاع العلوم الجنسية. فالمهم عودة لسؤالنا الاولاني، لا دلوقتي طبعا تقبل اكتر بكتير جدا. كان زمان حتى لما كان رجل بيقدم على العلاج كان بيبقى تحت ضغط جامد جدا من زوجته، ويشترط انه محدش يشوفه هو داخل العيادة ولا هو خارج من العيادة، وكنا بنعمل مواعيد منفصلة وبين كل معاد والتاني 10 دقايق عشان محدش يقابل حد، وكانت قصص كده. دلوقتي طبعا المسألة مفيش اي مانع ان حد بيجي، والدنيا زحمة وبيشوف ناس حتى يعرفهم يقعدوا يتكلموا مع بعض، والمسألة بس لسه المجتمع فيه نوع من العزوف عن التحدث بصراحة في مواضيع الثقافة الجنسية، ويلجأ دائما يعني للمعربة، لعدم المباشرة، رغم أهمية وحساسية الموضوعات.
احيانا ده بيكون عشان يرضي الاخرين او يرضي المحيطين، لكن هو داخله لا، يعني بيتابع جدا وبيوصلني الحقيقه انا فيدباك او يعني تغذيه يعني انعكاسيه على الحلقه والبرنامج، بيوقفوني في الشارع، بيوقفوني في السوبر ماركت، بيوقفوني في المطار، بيوقفوني يعني على الحقيقه على جميع المستويات. امبارح كنت في نادي الصيد في القطاميه، كل الموظفين وكل حتى السعاة وكل العمال النظافه وقفوني، انا مش ببالغ على فكره، يعني وقفوني اكتر من 12 13 مره لمجرد ما هم يقولوا احنا مش هنقدر ان احنا نلجا للعلاج الخاص اللي بفلوس، فالبرنامج بيوصل لنا معلومه لغايه عندنا. وعشان كده احنا الحقيقه بنعمل البرنامج ده الحقيقه والفقره دي، لان الحقيقه انا عارف ان في ناس كثير ما عندهاش القدره انها تروح او ما عندهاش حتى ثقافه انها تروح للطبيب او طبيبه في مجال الجنس عشان تسال او تستشير او تعالج. ممكن جدا يكون، فانا اتصور يعني انا بنبسط لما بيخش لي على صفحه عندي ناس بيقولوا ان هم خدوا علاج او ان هم لقوا ان كان في امل، او في ناس كانوا هينفصلوا لقوا ان في امل في استمرار الزواج. ده صحيح. بعد ما سمعوا حلول في البرنامج، او على الاقل عرفوا ان في حلول. لا، في ناس اصلا في زيجات بتنفصل علشان اعتقادها ان ما فيش اصلا، هو خلاص كده النهايه. لكن احنا بس يعني واجبنا ان احنا نوعي الناس. وعلى فكرة الاستمرار في التوعية ايا كان اراء المتلقي بيرسخ فكرة الاستفادة من المعلومات دي. طيب دلوقتي هل تعتقد ان المجتمع بيعاني من حالة انفصام شخصية في موضوع الجنسي، يعني كل ما هو خلف الستار مباح وكل ما هو على الملأ محظور وحرام؟ يعني احنا مش عايزين نعمم كل وكل، ولكن يعني لحد كبير لحد كبير يعني ممكن جدا بيطلع حد يقول او مثلا تاخد راي يقولك لا 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 ما ينفعش خالص، بس هو وده حتى يعني بشوفهم بعيني الناس دول بيقولي في العاده يقولك لا احنا ما ينفعش نقول كده قدام الناس، بس احنا مدمنين افلام اباحيه مثلا، او ان احنا بنستقي الخبره بتاعتنا من الافلام. وفي كتير جدا بيبقى حتى الشكل الاجتماعي قدام الناس حاجه، بيقول مثلا انا ما بقدرش استثار حتى مع زوجتي الا بعد مشاهده الافلام. يعني في ازدواجيه شديده جدا علشان بس ارضاء الاخرين. احنا ما عندناش حته الصدق مع النفس او تصالح مع النفس للاسف عند فئات كتيره جدا، لا بنؤثر ان احنا نرضي الاخرين ولو حتى بالكذب او بالتظاهر بشيء اخر. طب ايه الحلول اللي ممكن نقدمها للمجتمع عشان نرفع مستوى تقبل الثقافه الجنسيه؟ والله الحلول ده اكبر حل احنا بنعمله دلوقتي. انا عايز اقول لحضرتك حاجه والمشاهدين يمكن ما يعرفوهاش، انه لما انا كنت باخد دكتوراه من امريكا في ما بين 2001 و2004 كان يعني اصلا هناك المجتمع الامريكي ما كانش بيتقبل الكلام عن الثقافه الجنسيه في الاعلام الا تحت ضوابط معينه وداخل اطار معين، وهو مثلا ان هو يكون البرنامج بعد الساعه 11 بالليل، وانه لازم يقدمه حد يعني بشكل جاد جدا و و و اصلا هم يعني حتى في البرلمان الامريكي بداوا يعني يعملوا فوتنج على المساله دي، ولقوا ان هي بتاتي بثمار اعلى بكتير لما الناس حتى لو احترمنا الضوابط دي بتتفرج على المعلومه دي، بس على اسس علميه بيبقى احسن بكتير. وده اللي قاله شباب كتير في التقرير اللي عملته الاستاذ. تدريس الثقافه الجنسيه في المدارس قد ايه ممكن يعني يساهم في زياده تقبل المجتمع لهذا الموضوع او رفع صفه التابوه عنها؟ هو الحقيقه يعني ولو هندرسها في المدارس ندرسها من سن كام سنه؟ هو لقد هرمنا من اجل هذا اليوم. يعني انا نفسي ان احنا ندرسها في المدارس بشكل محترم داخل اطار بعد مراجعه دينيه وبعد مراجعه تربويه وبعد مراجعه نفسيه، يعني بعد مراجعه اجتماعيه، يعني نعمل كل المراجعات اللي احنا عايزينها، ولكن ترسيخ مبدا ان هو دي حاجه محترمه تدرس في مدارس داخل اطار معين. وعلى كمان انا كنت حتى من ضمن المشروع اللي كنت مقدماه من زمان القصه دي، ان هو حتى الاشخاص اللي يتم اختيارهم لتدريس هذه الثقافه يتم اختيارهم بعنايه شديده جدا جدا. فيا ريت هتسهم في كثير جدا من مش بس نشر الثقافه الجنسيه بشكل محترم وبشكل علمي، ولكن ايضا هتقينا شر مشاكل كتير جدا ممكن تقع بعد الزواج او حتى قبل الزواج، زي مثلا مشاكل التحرش، التصدي للتحرش، تصدي للاغتصاب، حسن التصرف لما يكون في حد بيبتدي يتعدى على يعني على الجسد، على جسد البنت او حتى او الولد الطفل. لو الولد ده مش يعني مش واصل له معلومه من المدرسه او من اهله او
ممكن يبقى فريسه سهله جدا. وفي كتير قوي واحنا قلنا الكلام ده في حلقات سابقه من حالات الشذوذ الجنسي بتبدا بتعدي على طفل في سن مثلا 7 و8 و9 و10 وكده. رغم ان الدين يمكن وضح الامور الجنسيه بشكل في غايه في اللباقه والاحترام، الا ان المجتمع ما زال يعني رغم ان المجتمع بيستمد معظم تعاليم الدين لكنه متاخر في مناقشه قضايا الموضوعات الجنسيه بشكل عام. ودي حاجه محيره جدا جدا. يعني انا زي ما حضرتك عارف وناس كتير عارفه ان انا حتى رساله الدكتوراه بتاعتي اللي خدتها من امريكا كانت على الجنس في الاسلام، وقد ايه في مناقشه للتفاصيل وقد ايه في رقي في التعامل مع الموضوع ده، لان هي فعلا هي علاقه راقيه، هي علاقه راقيه جدا جدا، وربنا سبحانه وتعالى ادالها صفه من الخصوصيه ومن التتويج يمكن لم يعطيها لاي علاقه انسانيه اخرى. ولكن يعني زي ما برضو احنا كتير قوي من المجتمع المصري عارفين ان هو احنا بنستمد عاداتنا وتقاليدنا وحتى معتقداتنا من المجتمع. يعني اذا كان في مثلا 10 مصادر للثقافه لاي ثقافه كانت صحيه او طبيه او من ضمنها طبعا الثقافة الجنسية، فهو مصدرها المجتمع يمكن من 1 لـ8 وبعدين 9 و10 المصادر الصحيحة. لكن لازم برضو نعترف ان الامور بتختلف والحمد لله بتتغير. يعني ابسط حاجة ثقافة الختان دلوقتي في تراجع عنها، بدأوا يسألوا، حتى كان زمان خلاص بدون سؤال كان لازم البنت تختتن، دلوقتي لا بيسألوا ينفع ما ينفعش، طب بلاش دي، طب اوكي دي، يعني لا في فرق الحمد لله. هل بتعتقد ان الطلاق بيكون من اهم اسباب وجود عدم وجود ثقافة جنسية ملم بها الزوجة قبل الزواج؟ ده انا مش بس بعتقد، ده هي في اصلا احصائيات عالمية مش بس مصرية، يعني ان هو وعلى فكرة دول الخليج دلوقتي بدأت تهتم جدا جدا بموضوع ترسيخ الثقافة الجنسية، وانا لسه قاريه مقال بهذا المعنى في صحيفة إماراتية ان هو بدأوا يرصدوا نسب طلاق مرتفعة جدا بسبب يعني الثقافة الجنسية، او يعني عدم وجود الثقافة الجنسية عند اي من الطرفين او عند كلا الطرفين، او وجود ثقافة مغلوطة، دي دراسة يعني اتعملت، او وجود ثقافة مغلوطة، او القيام بعلاقات خارج اطار الزواج سواء قبل الزواج او بعد الزواج، وده بيؤدي الى فشل ذريع. فهما دلوقتي هناك بينادوا بانه يبقى فيه حتى شرط ان هو يبقى فيه ثقافه جنسيه قبل الزواج بكورسات معتمده، وده يبقى من ضمن اللي هي المسوغات اتمام الزواج. نطلع لفاصل ونرجع نواصل حوارنا مع الدكتوره هبه قطب في انتظار تليفوناتكم واسئلتكم على صفحتنا على الفيسبوك. اهلا بحضراتكم مره تانية في لقائنا الاسبوع الثابت مع دكتوره هبه قطب. ونوه مره اخرى الحلقه للكبار فقط، احنا اعلنا عن سؤالين في بدايه الحلقه وطلبنا استفتاء عليهم. السؤال الاول، هل حلقات الثقافه الجنسيه مع الدكتوره هبه قطب مفيده؟ نعم ام لا. والسؤال الثاني، هل المجتمع المصري اصبح اكبر ثقافه جنسيه؟ السؤال ده هنطلع اجابته في نهايه الحلقه، لكن نشوف دلوقتي المؤشرات الاوليه اللي جت لنا على هل حلقات الثقافه الجنسيه مع الدكتوره هبه قطب مفيده. نعم ام لا. حتى الآن في 70% قالوا نعم، وفي 30% قالوا لا. احنا مستمرين في التصويت، استمروا في التصويت لغاية نهاية الحلقة عشان نطلع النتيجة في نهاية الحلقة. دكتورة، يعني جالي سؤال بيقول انا متجوزة بقالي 8 سنوات عن حب بعد 4 سنين خطوبة، يعني احنا بقالنا 12 سنة مع بعض ولكن لم اشعر معه بأي متعة. انا معايا ولد عنده 6 سنين وبنتين عندهم 2 توأم، جوزي بيسافر وبيجي كل 3 شهور في السنة، بس أنا كرهت ممارسة العلاقة الحميمة وبقيت بهرب منه وبنام بعيد عنه لما ببقى معاه مش ببقى مركزة في العلاقة، وبقول له خلصني لو سمحت. ساعديني يا دكتورة. هي قالت كام حاجة كده في القصة، بس هي الحقيقة دي معطيات علمية مهمة جدا. اول حاجه ان هي يعني واضح ان هي يعني بعد الاربع سنين الحب والجواز وكده، فهي كانت عندها توقعات عاليه جدا رومانسيه، وطبعا كاي شاب هو بيبقى عنده احتياجات جنسيه اعلى من الرومانسيه، فدي ساعات بتصيب البنت في اول الجواز بصدمه ان هو بعد كل الحب ده هو عايزني عشان الغرض الجنسي او الجسدي، فدي بتبقى شويه صادمه ليها، فبتبتدي تبقى في حاله دايما ترصد او ترقب او بشكل لا ارادي بتبقى عايزه تعاقبه على ان هو مش عايزها عاطفيا زي ما هي عايزاه. الحاجة التانية ان هي واضح ان هي حملت على طول، فطبعا حمل بقى دخلت من جواز جديد لحمل البيبي، وبعدين بعد كده كمان توأم، وفي خضم هذه الحياة
كلها كان الزوج بيجي ربع المدة، يعني هو 9 شهور برة وثلاث شهور معاها. فهي خلاص اتبرمجت ان هي وظيفتها في الحياة ام، وانها مصدومة من العلاقة الجنسية، فما بقاش في اللي هو البراكتس او التمرين او التدريب او الممارسة المتكررة اللي هي تبتدي تنزع منها التشنج. طب ايه الحل؟ ما انا جاي لحضرتك في كلام. الحل ان هما الاثنين يروحوا لاخصائي نفسي، يعني هما الاثنين عندهم مشكلة سلوك مع بعض واضح. يعني هي ممكن تكون مش عارفة ازاي سلوك عدواني مثلا؟ لا لا لا، يعني سلوك هي دايما في حالة ترقب وترصد، وخلاص بقت عندها هوس بكراهية العلاقة، وهو طبعا جاي من السفر معذور جدا كشاب وعايز زوجته في الحلال وكل حاجة لمدة 3 شهور، اكيد هو عايز العلاقة بشكل كمان مستمر جدا. فهو مش عارف يوصل لها حتة ان هو بيحبها زائد العلاقة الجسدية، وهي مش عارفة تتقبله كواحد عقلها الباطن مترجمه على ان هو عاوز دايما يهجم عليها كحد غرضه جسدي بحت. طيب معانا تليفون مدام سماح من القاهرة، اتفضلي سؤالك يا مدام سماح. السلام عليكم. عليكم السلام، السلام ورحمة الله. ازيك يا دكتور عمرو؟ الله يكرمك. ممكن اكلم الدكتورة؟ اتفضلي مع حضرتك. لو سمحتي بس انا كنت بتكلم عن بنتي، هي اول ما اتجوزت حضرتك كانت يعني علاقتها حلوة قوي 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 قوي، بس هي رافضة خالص دلوقتي. هي تقريبا نفس المشكله اللي احنا قلناها دلوقتي. هي رافضه خالص الموضوع خالص خالص. بعد كام سنه من الجواز يا مدام سماح؟ نعم، بعد كام سنه من الجواز؟ بعد حوالي 12 سنه او 13 سنه. طب هل في حاجه حصلت خلتها ترفض الموضوع؟ لا، هو ما فيش حاجه حصلت، يعني هو في الحاجات النفسيه والمشاكل العاديه، بس هي رافضه خالص يعني، ومسببه لجوزها مشكله كبيره جدا لدرجه انها قالت له طب روح اتجوز. خالص يعني. طيب هرد على حضرتك. هو احنا دايما بنقول ان هو العلاقه الجسديه او الجنسيه عند المراه هي 90% منها عاطفيه، فهي طالما وصلت لهذه الدرجه من الريجكشن او اللفظ، يبقى عاطفيا هي مش مرتاحه، في حاجه بتحصل، يا اما هو مش كويس، مش لطيف، مش كويس يعني وحش او ما بيصرفش عليها او بتاع. لا، في ناس بتقول طب ما انا يعني هي مش ناقصها حاجه، ممكن يكون مش ناقصها حاجه خالص، بس ناقصها نظره لطيفه، ناقصها ابتسامه حلوه، ناقصها احتواء، ناقصها طبطبه، ناقصها حضن حنين. ده كل ده بيأثر جدا على الزوجه، بيخليها تبقى من جواها رافضه ومش عايزه، وتراكمات بقى يعني، هي ممكن تبقى بتعدي سنه ورا الثانيه ورا الثالثه، بتتجاوز، بس هو يعني نقول كده بيسوق فيها، فهي خلاص ما بتقدرش تتقبله اكتر من كده. معانا تليفون استاذ مصطفى من بورسعيد، سؤالك اتفضل استاذ مصطفى. ازيك يا دكتور عمرو؟ الله يكرمك، اتفضل. ازيك يا دكتور عمرو؟ الله يخليك يا فندم، اتفضل سؤالك. انا شخصيا بحبك جدا بصراحه، والله انت راجل محترم، وحضرتك طبعا الدكتوره. ربنا يكرمك، اتفضل سؤالك. ربنا يخليك. انا متجوز بقالي 6 شهور. ايوه. انا حاليا بعيش فتره صعبه جدا، مش بحس باي صلة جنسية. انا من النوع اللي مثلا زي حضرتك شهوتي عاليه شويه، مش عايز اعمل الحاجه دي بره، يعني مش عايز اعمل الحاجه دي في الحرام، يعني عايز ابقى جوه بيتي، يعني مش بلاقي مثلا. طب في حاجه منعاك يعني؟ لا، مش حاجه منعاني، انا بعمل الجماع بتاعي تمام وكل حاجه كويس، بس في حاجات فيها مش بلاقيها. يعني تجاوبها معاك يعني؟ تمام يا فندم، تمام، هي بتتجاوب وكل طيب حاجه. طيب انا هرد عليك يا استاذ مصطفى، بس عايز اقول لك ان دي طبيعي جدا في فتره الجواز الاولى، انت متوقع ان هي تكون عارفه ازاي، ما هي البنات في مجتمعنا ما بيعرفوش حاجه، فهي بتبقى منتظره انك انت اللي هتعرفها وهتبصرها وتمشي معاها خطوه بخطوه، وده حقها. فانت ما تزهقش، اطلب منها التجاوب وعرفها يعني ايه تجاوب، هي ممكن تكون ما تعرفش اساسا يعني ايه تجاوب جنسي، وتبقى متعتها وكمان امتعت نفسك. معانا مدام سماح، اتفضلي. ايوه اتفضلي. ايوه مدام هبه، ممكن اكلم مدام هبه؟ اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي. ازاي حضرتك؟ انا بحيك على البرنامج اللي حضرتك بتعمليه، انك بتوعي الناس ثقافه الجنسيه، اللي بتبقى ما فيش مشاكل بينها وبين اي ازواج. يا رب امين ان شاء الله، يا رب ما يبقاش في اي مشاكل بين اي اثنين متجوزين. سؤالك يا مدام سماح، سؤالك ايه؟ طب انا متجوزه بقالي 3 سنين ولسه ما حصلش انجاب، ولسه رحت للدكتور قال لي عندك تكيسات على المبايض.
فلما رجعت لا بصي ده هقول لك يا سماح عشان بس قبل ما تسترسلي، هو ده امراض نساء حبيبتي، يعني هو مساله الانجاب والاكياس والمبايض وكده دي الزملاء الاعزاء دكاتره امراض النساء يفتوا فيها طبعا مش انا خالص. شكرا. عندي سؤال جاي على الفيسبوك من شاب بيقول انه عنده مشكله في سرعه القذف وضعف الانتصاب، هو دلوقتي خاطب سنه 24 سنه، يقول ماذا افعل؟ يتعالج. يعني انا مش عارفه الحقيقه هو بيسال على ايه، هو في هو اصلا مفيش وصفات بلدي مثلا احنا نديها له ونقول له، ولا في كمان حتى حاجه اسمها علاج على الهواء، يعني ما ينفعش. واحنا لازم كاطباء لازم نبقى عارفين ده عنده ايه بالظبط، ايه ابعاد الموقف، بياخد بيعمل فحوصات بنشوف هو بعيد عن الطبيعي قد ايه، لان في نسبه مئويه لو مثلا هو عنده ضعف 10% غير ما يكون عنده ضعف 80%. بس اللي انا بقوله عليه ان هو لازم يلجا للعلاج، وزي ما بقول علاج دلوقتي مش مكلف في القصر العيني، في المستشفى القصر العيني في وحده كامله ببلاش تماما امراض الذكوره، ممكن اي حد شاب او كبير او رجل مسن او اي حد يروح مقبل على الزواج، طبعا ده اهم حاجه. بس انا عايز اقوله ان هو هيبقى في بنت ناس في رقبته، فما ينفعش ان هو يظلمها، يعني طالما ان هو عارف ان عنده ضعف. مدام نوره من القاهره سؤالك اتفضلي. الو اتفضلي يا فندم. ممكن اسالهم دكتوره؟ معاكي يا حبيبتي اتفضلي. معلش انا بعتذر لحضرتك، عايزه استفسر على حاجه بقى. اتفضلي. انا متجوزه بقالي 5 سنين وجوزي عنده مشكله سرعه القذف، ودي حاجه مضايقاه جدا، بس هو الحمد لله ما بيقولوش اي ما بيقولش اي حاجه ولا يشربش سجاير ولا اي حاجه ولا اي مخدرات خالص. مش شرط خالص يا نوره، مش شرط خالص، بس هي لازم نعرف سببها ايه. سرعه القذف ممكن تكون سببها حاجه هايفه جدا، لو عالجناها بيبقى كويس قوي. يعني مثلا ممكن يكون التهاب في مجرى البول، ممكن يكون التهاب بروستاتا، ممكن يكون ضعف بسيط في الدوره الدمويه في المكان، يعني ممكن يكون هو اصلا مثلا الحاجه اسمها ارتباط شرطي، من ايام ما كان بيعمل العاده السريه من قبل الجواز بيبقى دايما مستعجل فبيبتدي يستمر ده لغايه بعد الجواز. فيعني هو بس لازم يلجا لحد متخصص يفند المساله معاه ويشوف، بس اهم حاجه نستبعد الاسباب الطبيه. سؤال جاي لنا على الفيسبوك بيقول ان هو بيشعر ببرود في ممارسه الجنس بينه وبين زوجته مع انه بقاله سنه فقط متزوج، ما هو الحل؟ يعني طبعا هو ده حاجه غريبه شويه، بس هو ما قالش يعني حيثيات، يعني ما قالش مثلا هل هي تمتنع عنه، ما قالش هل هو كان له علاقات سابقه فبقى مثلا بيفتكرها في وقت الممارسه، وده على فكره بس هل يعني احنا ممكن نسمع ان في برود جنسي عند المراه لكن في برود جنسي عند الرجل؟ هل هو عدم وجود الرغبه؟ ما هو ده ممكن يكون موجود؟ طبعا. نتيجه ايه؟ نتيجه ممكن يكون مقارنات بينها وبين مثلا علاقات سابقه، ممكن يكون ان هو متعود على العاده السريه ومستمر فيها، ممكن يكون ادمان الافلام الاباحيه وبالتالي بيبتدي يفرغ شهوته امام الافلام دي، فخلاص مع زوجته ما بيبقاش فيه مجال. حاجات كتير قوي هو طبعا ما افرضهاش، بس لابد ان هو ينهي الموضوع، لان هو يعني هما الاثنين كده بيظلموا نفسهم، يعني هو وهي عمرهم بيعدي، شبابهم بيعدي، ودي المفروض ان هي احلى فتره في حياتهم. يعني استاذ رافت من سوهاج اتفضل سؤالك يا استاذ رافت. استاذ رافت مش معانا؟ طيب في سؤال اخر جاي من رجل بيقول ان هو زوجته بتضطر ان هو يمارس معها العنف اثناء استخدام اثناء الممارسه العلاقه الحميمه، وهو بيرفض ده لكن هي بتلح في ده الحاح شديد وبتعتبر ده جزء مكمل للعلاقه الحميمه. لا هو مش مكمل للعلاقه الحميمه، هو مكمل الاثاره عندها، يعني هو ده بيسموه سكشوال بيرفيرجن او اللي هو الخروج خارج النطاق الطبيعي او المعتاد مش الطبيعي، لان هو طالما انه ما فيهوش ضرر او اذى برضه ما بيعتبروش مش طبيعي او ما بيعتبروش انحراف جنسي. ولكن ضرب يعني لا ضرب يبقى باذى، لا في فرق بين العنف اللي هو مثلا مثلا زياده شويه في الضغط، زياده شويه في يعني في انواع كده متعارف عليها اللي هو بيسموه سكشوال بيرفيرجن اللي هو الخروج خارج النطاق المعتاد، لكن في حاجه اسمها انحراف جنسي اللي هو سكشوال ديفيشن، يبقى خلاص الخط مش ماشي كده، لا ماشي كده، لا دي هو من حقه تماما ان هو يرفض، وهي يعني خليها تلجا للطب النفسي في بعض الاحوال، لان هي احيانا بيصل الموضوع لوسواس قهري، ان هي عندها فكره متسلطه عليها ان هي مش هتستمتع غير بالطريقه دي. مدام نجلاء من القاهره اتفضلي سؤالك. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. اسلم استاذه هبه. اتفضلي هبه. لو سمحتي يا دكتور، انا عندي واحده صديقه ليا بقى لها 4 سنين متجوزه ولغايه دلوقتي ما حصلش اي علاقه جنسيه نهائي. بقى لها ايه؟ بقى لها 4 سنين متجوزه. اوكي.
طب هل سبب منها هي ولا سبب من زوجها؟ من ايه؟ السبب منها ولا من جوزها؟ لا منها هي، هي رافضه تماما بقالها 4 سنين. طيب اوكي هرد عليكي. طيب ناخد مدام ماهر من اسكندريه ونجاوب على الاثنين، اتفضلي يا مدام ماهر. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. بص لو سمحت دكتوره هبه بالله عليك ترد عليا، انا دلوقتي انا متجوزه بقالي 5 سنين. وبقالي سنه كده دلوقتي انا ممكن اما العلاقه الجنسيه دي ما بتتمش غير ممكن اخد ترامادول حاجات بنت حاجات من دي يعني، بس انا مش مدمنه. طب لا انا مش فاهمه، تاخدي الحاجات دي ليه؟ مش عارفه انا بقالي مش سامعاكي حضرتك. بتاخدي كده ليه؟ ليه بتاخدي ترامادول؟ معرفش بقالي فتره ماشيه بالموضوع دوت. ما ايه؟ بقالي فتره ماشيه يعني ايه بالحبوب والكلام من ده. دخلت معاكي في ادمان الحكايه يعني؟ ما فيش رغبه خالص ليا. يعني ما فيش رغبه فبتاخدي الحاجات دي عشان يبقى عندك رغبه؟ بالله عليكي بالله عليكي رد عليا دلوقتي. حاضر ما هرد حاضر. بس هي انت فاهمه غلط، الكلام ده ملوش اي علاقه بالرغبه خالص. الكلام ده بيبوظ مخك، بيبوظ الخلايا العصبيه اللي عندك على الفاضي. فيعني حتى انت مش محتاجه، يعني حتى الرجاله اللي بياخدوه اللي احنا دايما بنعترض على ان هم ياخدوه، بنقول لهم ان ده بيبوظ الدنيا عندهم، اهو بيعمل معاهم حاجه. لكن انت اصلا الترامادول ده ما بيعملش اي حاجه خالص غير الضرر فقط لا غير. فانت اذا كنت مش قادره تستغني عنه لازم تروحي لمصحه علاج ادمان، لان هو الترامادول ده في ماده مشتركه بينه وبين الهيروين، فانت كانك مدمنه بالظبط. فارجوكي ارجوكي تبطليه فورا، ولو ما قدرتيش تبطليه بشكل سلس لازم تبطليه بشكل طبي. شكرا يا مدام مها. طب هو يمكن السؤال بتاع مدام مها بيطرح سؤال اخر جاي لي برضو على الفيسبوك، يعني دايما هناك الحبه الزرقاء لتقويه الانتصاب عند الرجل، هل هناك حبه زرقاء للمراه من الممكن ان تساعدها على زياده الشهوه مثلا في حاله البرود الجنسي؟ لا هو الحاجه الوحيده يعني قياسا حتى على حاله مدام مها، لا اطلاقا. وحتى على فكره برضو الحبه الزرقاء او شبيهتها عند الرجل لا تخلق شهوه ابدا، ده كلام مش صح خالص. هي كل الحكايه اذا وجدت الشهوه ده بيساعد على زياده قوه الانتصاب، ولكن اذا لم توجد الشهوه يعني مفيش عقار للمراه يزيد الشهوه ولا للرجل ولا للرجل. في حاجه اسمها سبانيش فلاي مثلا، ده يعني طبعا السبانيش فلاي دي اللي هي الذبابه الاسبانيه، فحتى الواحد تخيل ان هو ده حاطينها في البان وفي بونبوني وبتاع، فتخيل واحد بيندغ دبانه يعني. لا انا بسال هل الحاجات دي فعلا يعني في سؤال جاي في هذا الاطار، لا ما انا بقول لحضرتك ما بيعملش حاجه. سبانيش فلاي والحاجات دي موجوده من قديم الازل، وطلعوا كده فيها فجاه وباعوا بمليارات، وبعدين دلوقتي خلاص يعني بدات تتعرف ان هي الحقيقه وهم. يعني هي اذا كانت بتجيب نتيجه بتجيب نتيجه بالايحاء، ولكن داخليا الحاجه الوحيده اللي ممكن تساعد على زياده الاثاره بس مع وجود الشهوه هي المكملات الغذائيه اللي بتزود الدوره الدمويه في المنطقه في الاعضاء الجنسيه، ولكن غير كده لا. مدام نجلاء عايزين نجاوب عليها عشان ما تقولناش عليها. مدام نجلاء هي بتقول ان هي ممتنعه عن العلاقه الجنسيه بقى لها متجوزه 4 سنين وما حصلش ولا مره. هي الكلام ده الحقيقه ممكن يكون باسباب نفسيه، وهي مثلا نتيجه عقده من العلاقه بسبب ما، او ممكن يكون تشنج عصبي مهبلي لا ارادي، وبالتالي هو عمل تجارب وفشلت فبالتالي جالها يعني زياده في المشكله، وبدات يحصل لها بيسموها ريفلكس بازم او تقلص انعكاسي في الاعضاء الجنسيه. في الحالتين لو المساله نفسيه ليها علاج عند المتخصصين، لو المساله ليها علاقه بالتشنج المهبلي احنا قلنا قبل كده كذا مره ان هو بيتعالج في 4 ايام بتبقى زي الفل. افكر حضراتكم تاني بالسؤالين اللي طرحناهم في بدايه الحلقه، هل حلقات الثقافه الجنسيه مع دكتوره هبه قلب مفيده؟ نعم ام لا؟ السؤال الثاني، هل المجتمع المصري اصبح اكثر ثقافه جنسيه؟ ارجوكم خشوا صوتوا على صفحتنا على الفيسبوك عشان نعلن النتيجه في الفقره التاليه. فاصل ونعود. اهلا بحضراتكم مره ثانيه في هذا اللقاء مع دكتوره هبه قطب، الحلقه للكبار فقط. وافكركم بسؤال الحلقه، هل حلقات الثقافه الجنسيه مع دكتوره هبه قطب مفيده؟ نعم ام لا؟ نتيجه التصويت حتى الان 35% لا، 65% نعم بيستفيدوا. اما الاجابه على السؤال هل المجتمع اصبح اكبر ثقافه جنسيه، هنقوله في نهايه هذه الحلقه.
ومعانا على التليفون ام سلمى مش شرقية. اتفضلي يا ام سلمى. هلو. سؤالك اتفضلي. ازيك يا دكتور عمرو؟ ازاي حضرتك؟ الله يكرمك. ازيك؟ اتفضلي. بعد اذنك ممكن اكلم الدكتوره هبه؟ معاكي. ايوه يا دكتور. ازاي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي؟ اتفضلي. انا معجبه بحضرتك خالص والله، وبقالي 3 سنين متجوزه وعايزه اتواصل مع حضرتك ومش عارفه خالص اوصل لك. انا تحت امرك اهو، قولي بقى يلا. حضرتك والله يعني انا بقالي 3 سنين متجوزه ويعني مفيش اي حاجه خالص، و يعني مش ما بحسش باي حاجه. طيب هل هو جوزك عنده سرعه قذف يا ام سلمى؟ نعم. جوزك عنده سرعه قذف؟ يعني طيب هل بقى في فتره المداعبه بتبقى يعني قصيره شويه في المده؟ هو انا حامل دلوقتي. طب قبل الحمل؟ لا برضو ما كانش فيه، بس انا يا دكتوره هبه انا عايزه رقم حضرتك عشان اتواصل معاكي يعني. حاضر، عينيا الاثنين. هرد عليك. اتصلي بالكنترول. معانا مدام هدى من القاهره. اتفضلي يا مدام هدى. الو، مساء الخير. مساء الخير يا فندم. ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله، الله يخليك. انا عايزه اسال دكتور هبه. اتفضلي معاكي. بصي حضرتك، انا عندي 37 سنه، انا بقالي اراوند 5 سنين متجوزه، وعندي ابني عنده تقريبا سنين خلاص، بس هو من بعد ما اتولد انا اخدت دواء حاجه منع للحمل، دواء المفروض كنت اخده في لفتره قليله قوي، بس انا اخدته سنتين من غير ما ارجع. المهم ان انا كنت عايزه اجيب بيبي، بقالي فتره، بقالي مثلا سنه وبطلت دواء، وبعدين رحت للدكتور فطلب تحاليل، طلعت نتيجه انه انا ما اقدرش اخلف تاني، عندي هنا ما اقدرش اخلف تاني. فكلمت مستشفى في التليفون، دبل تشيك معاهم الكلام ده، قالوا لي ما فيش حاجه اسمها كده، ان ده ممكن الدواء هو اللي سبب ده. طب بس قبل ما تكملي يا مدام هدى، برضو ده امراض نساء، يعني في شويه ظهر، في دايما بيبقى في لبس ما بين تخصصي انا علاقات زوجيه فقط، لكن تقولي عليه ده امراض نساء ومشاكل انجاب وكده بتبقى تبع الزملاء اللي هم متخصصين في تاخر الانجاب او التبويض او الحاجات دي. شكرا. سؤال جاينا على الفيسبوك، واحد بيقول عنده دوالي في رجليه، هل تؤثر على عمليه الانتصاب؟ يعني هو اللي يقول اذا كانت هو عنده مشكله في الانتصاب ولا لا، بس هو دايما اللي بيبقى عنده دوالي في اي حته في جسمه بيبقى عنده استعداد، يبقى ربما يكون عنده استعداد ان هو يجي له تسرب في الاورده في العضو الذكري. السؤال اللي حضرتك بيقول لك، السلام عليكم، انا متزوج من 4 شهور وميعاد الدوره اتاخر الشهر ده 4 ايام عن زوجته، فهل يمتنع عن ممارسه الجنس معها؟ ربما يوجد هناك حمل او يمارس بشكل عادي. لا، يمارس بشكل عادي طالما ما فيش ولا امغاص ولا انزفه. عايزين بس نرد على ام سلمى لان احنا ما ردناش عليها. هي بتقول بالجواز بقى 3 سنين، وواضح انها عندها سلمى ربنا يبارك فيها وحامل تاني، فبتقول ان هو فتره المداعبه بينها وبين زوجها قصيره وان هو سريع القذف، وبالتالي كده هي بتقول انا ما بستمتعش، فطبيعي انك انت مش ما تستمتعيش يا ام سلمى، لان هو في طريقين للاستمتاع، يا اما عن طريق المداعبه الخارجيه ودي بتقولي ان هي مش موجوده او مش موجوده بالقدر الكافي، يا اما عن طريق اللي هو ممارسه داخليه بس يبقى فيه شويه وقت، وبالتالي ده برده مش موجود عندك بسبب اصابته سرعه القذف. فانا شايفه انك انت تصرحيه وتتكلمي معاه، وانتوا الاثنين تتوجهوا بشكل سلس كده وجميل لحد يعني يعالجه، وكمان يفهمه ان انت محتاجه لمرحله مداعبه طويله شويه. رامي من القاهره، اتفضل سؤالك يا استاذ رامي. استاذ رامي اتفضل. ازي حضرتك يا دكتور عمرو؟ الله يخليك، الحمد لله. اتفضل سؤالك. انا بسلم على الدكتور هيبه. طبعا في البدايه كنت عايز اسال الدكتور هيبه سؤال. كنت شفت حلقه لحضرتك قبل كده على اليوتيوب ان حضرتك قلت فيه علاج لموضوع الضعف الجنسي تقريبا. نعم. لا، حضرتك في السن المتقدم مثلا في العشرينيات، ده كان طبعا نتج عن طريق تقريبا يعني ممارسه العاده الجنسيه او العاده السريه بشكل كبير جدا. انا مش سامعه. بيتكلم عن الضعف الجنسي في السن المبكر نتيجه العاده السريه. اتفضل وضح سؤالك بس يا استاذ. بس اتكلم بشويه شويه وصوت اعلى شويه يا رامي ممكن؟ تمام. فهو حضرتك يعني في بعد فتره كبيره بقى في ضعف في الانتصاب شويه. اوكي. وكنت شفت حلقه في ضعف في الانتصاب. اوكي، سامع. في ضعف في الانتصاب. طيب ماشي. يعني انت عايز تعرف اذا كان ده له علاقه بالعاده السريه ولا لا؟ ده بعد فتره تمام يعني ابتدى تقريبا تاثيرها يظهر. فكنت شفت حلقه لحضرتك قبل كده على اليوتيوب ان حضرتك قلت في علاج يعني علاج عند حضرتك، وفي برضه علاج بالاغذيه تقريبا او تغذيه. لا بص، انا ماشي، انا هقول حاجه، هقول لك حاجه يا رامي، انا عمري ما بقول علاج على الهواء، لان طبعا العلاج بيبقى كل واحد غير التاني حسب حالته، ولكن هو اللي احنا دايما بنقوله ان هو كيفيه تحسين الحاله الصحيه بشكل عام والحاله الجنسيه بشكل خاص عن طريق الاكل الصحيح
وممارسة الرياضة وخاصة المشي أو السباحة، وعن طريق اللي هو الانتظام في العلاقة الجنسية طبعا للمتزوجين فقط، أو عدم القيام بالعادة السرية إلا عند الاحتياج الشديد جدا لغير المتزوجين. في واحد بعت على الفيس بيسأل: أصيب بمرض السيلان ويتناول العلاج الخاص به الآن، هل يؤثر ذلك على ممارسة الجنس والإنجاب؟ مرض السيلان؟ لا مش بيأثر، بس لازم يتابع ويتأكد أن هو تخلص تماما من المرض عشان ما ينقلوش لزوجته. واحد عنده 34 سنة بيسأل حضرتك: متزوج من 12 سنة وعنده سرعة قصف، مع العلم أنه راح 4 دكاترة بس مفيش فايدة، أدوية كتيرة ومفيش نتيجة، النتيجة بتكون كويسة أثناء أخذ الأدوية بس أول ما يبطل الدواء بيرجع مثل الأول. هو دي مشكلة اللي هي المدرسة الأخرى في علاج سرعة القذف، لكن احنا دايما بنقول المدرسة اللي أنا بحب أتبعها إن احنا نعالج سبب سرعة القذف، ودي بتبقى بتاخد وقت أطول شوية. وعلى فكرة قد يكون الدكاترة قالوا له الكلام ده بس هو استسهل وعايز حاجة سريعة، فهو مش عايز يبقى ياخد علاج مطول. آخر سؤال وأنا بعتذر عن باقي التليفونات لأن وقتي خلص، عم بيقول عنده مشكلة إنه بيسافر في الخارج يمارس العادة السرية أكثر من 8 مرات في اليوم الواحد، ودايما يشعر بوجع في الأماكن الجنسية، وجع شديد حاول يبطلها لكنه أصبح إدمان وخايف ده يأثر على الجواز، عمل تحليل سائل منوي كانت النتيجة أن أصبح عدد الحيوانات المنوية 2 مليون وضعيفة جدا، ما العلاج؟ هو مفيش حاجة اسمها مش قادر ومدمن وبتاع، خلاص هو حر يبقى اختياره، لكن هو طبعا لازم يبطلها ولازم يقدر على نفسه ولازم يعمل مجهود ولازم ياخد أدوية ولازم يلجأ للعلاج، يعني هو اللي عمل في نفسه كده، فما ينفعش ان هو يبتدي ان هو 8 مرات في اليوم، ده بيعمل انهاك شديد جدا جدا جدا، زي اللي مثلا طاقته ان هو يشيل 2 كيلو فغصبا عنه بيشيل نفسه 200 كيلو، فما ينفعش خالص. عموما عايز اقول نتائج التصويت على الأسئلة اللي طرحناها في بداية الحلقة فيما يخص السؤال هل حلقات الثقافة الجنسية مع الدكتورة هبة قطب مفيدة نعم أم لا، الإجابة النهائية 69% قالوا نعم، 31% قالوا لا. ما يخص السؤال هل المجتمع المصري أصبح أكثر ثقافة جنسية، 32% قالوا لا، 68% قالوا نعم. هي دكتورة هبة أنا بشكرك جدا. في نهاية الحلقة عايز أفكركم بكرة عندنا إيه، احنا بكرة عندنا حلقة ملف الإلحاد، احنا كنا بدأنا الأسبوع اللي فات ملف الإلحاد بالفيلم اللي كنا عرضناه في البداية، مجموعة الطلبة اللي عرضوا الفيلم، غدا احنا كنا حطينا قلنا أي حد عاوز يسأل أي سؤال في ملف الإلحاد مهما كان السؤال، مهما كانت صعوبة السؤال، مهما كان سقف السؤال، ابعتوه على صفحتنا على الفيسبوك. بكرة هذه الحلقة هتكون مخصصة للرد، هنطرح كل الأسئلة اللي جات لنا دون استثناء، بأكد دون استثناء، والشيخ رمضان عبد المعز هيرد غدا على هذه التساؤلات في ثاني حلقات ملف الإلحاد، ده ملف مستمر معانا، كل واحد عنده أي سؤال عايز يسأله ما فيش أي مشكلة إنه يبعت لنا على صفحتنا على الفيسبوك عشان خاطر نطرح السؤال، وإن شاء الله تجدوا الإجابة الشافية مع الشيخ رمضان عبد المعز. حاجة التالتة على صفحتنا على الفيسبوك، دخل ناس كتير بيهنوا المطرب الجميل حمزة نمرة بأنه هو مرة أخرى نقابة ألمان الموسيقية سمحت له أنه هو يرجع يغني، وإحنا كمان بنضم صوتنا للصوت. اسمح لي أهنيه شخصيا وأقول له يعني أنت منور الساحة الغنائية، وهو جميل في كل حاجة وألحانه وكلامه، هو قيمة جميلة، وأنا بهني حمزة نمرة على القرار المحترم من نقيب الموسيقيين ومجلس النقابة الأستاذ مصطفى كامل بعودة حمزة نمرة للغناء مرة أخرى، بنقول لحمزة نمرة مبروك. غدا حلقة جديدة وبوضوح ملف الإلحاد، بشكرك جدا. شكرا. نسمع بقى اسمعني الحمزة نمر عشان نختم يا ريت. حياتي عمرها ما كانت بختي.